السلام عليكم الغزالات، مبروك عواشركم. رجعت لكم كما وعدتكم فيديو ديال ان شاء الله اليوم ديال بلاطو ديال حلويات صابلي بريستيج وعجينه اللي هي رائعه رائعه رائعه. عجينه كيستعملوها الحلويات وكيستعملوها في المخابز. بالنسبه للمقادير ديال هاد العجينه غادي تلقاوها عندكم على الشاشه. انا هنا كتبت لكم غير نص المقادير، فانا هنايا مضوبله المقادير ديالي، نتوما استعملوا فقط نص المقادير. بالنسبه لبودره اللوز الى عندكم ممكن تستعملوها، انا استعملت هنا فقط نكهه بودره اللوز. بالنسبه لغير سألني علاش المربى، وحنا عندنا السكر بودره المربى كيستعملوه المخابز او كيستعملوا حتى دوك الحلويات باش كيطول المده ديال الصابلي ديالنا وباش يبقى عندنا واحد المده كبيره بنفس الجوده ديالو بنفس القرمشه ديالو. وايضا السكر بودره لازم يكون مطحون، انا طحنته غير في الدار، كنطحنوا بديك اللي كنطحنوا بها البهارات. بالنسبه للزبده كما قلت لكم انا عامله الدبل ديال المقادير، راني كتبت لكم المقادير عندكم على الشاشه، صوروهم واحتفظوا بهم. اشنو تاني؟ فقط هادو هما الاشياء او هادو هما الاسرار يعني اللي اكتشفتهم. وبالنسبه اللبن بودره راه كيخلي داك الصابلي ديالنا مقرمش، كيخليه لذيذ. والله البنات ما تصوروش هاد الصابلي كيجي غزال، والعجينه كتجي زوينه يعني. انا كليت منه يعني، ضربت منه هكذاك بلا ما ندير ليه لا شوكولاته لا حتى شي حاجه، كيجي غزال الطعم ديالو حتى في الخدمه ديالو سهل وناجح 100%. بالنسبه للبنات اللي ما كينجحش ليهم الصابلي، فهنايا بالنسبه للطريقه البنات يعني راها معروفه. هنا درت الزبده، درت السكر بودره، غدا نديرو مزيان حتى كيولي عندنا بحال الكريمه. وضفت عليه شويه ديال الملح، رشات الملح تقريبا هكذا شي ربع ملعقه صغيره ديال رشات الملح. صافي كندعكوه هكذا مزيان حتى كيولي عندنا كريم يعني كريمه. وبعد ذلك غادي نضيفوا عليه البيض. انا هاد الكميه ديال هاد الصابلي قسمته على جوج، ان شاء الله النص الثاني غادي نقول لكم اشنو غادي ندير به اولا اشنو غادي نصاوب به، اكيد غنصور معكم. صافي هنايا كنضيف البيض ديالي، كنحرك مزيان، بعد ذلك نضيف الزيت ديالي، وكنضيف المكونات الباقيه اللي عندي، واخر حاجه كنضيفها هو الطحين والبيكنج باودر كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو.
هنايا بالنسبة بعد مجموعة العجين ديالي، هنايا بالنسبة للطحين تقريبا انا يعني تقريبا نتوما يعني الى درتو 250 غرام ديال الزبدة، راه كيلو ديال الطحين غيقدهم او لا غيكون يعني اقل من كيلو، وعلى حسب دائما كما كنقول لكم على حسب نوعية الطحين اللي عندكم. فانا هنا قسمتهم على نصين، نص خليته حطيته في الثلاجة ونص تاني غدا نخدمه به اليوم ان شاء الله. بالنسبة نص تاني غدا ننزل لكم فيديو تاني غدا نوريكم طرق تانية. بالنسبة للطوابع الاشياء اللي غادي نستعملها في هاد الحلوى البريستيج، انا عندي هادو الطابع اللي هو دائري، عندي هاد البلاستيك او ليمون اللي كنت جايباهم معايا من المغرب، راه كيتباعوا بشي 5 دراهم تقريبا، كنت جايباهم معايا. يعني انا عندي اشكال كثيره كثيره كثيره، فهاد بعض الاشكال فقط اللي غادي نخدم بهم اليوم ان شاء الله، وغادا نوريكم كيفاش غايجي ونوريكم الطريقه. غزالين صراحه هاد الليمون وزوينين، كيجيو راقيين يعني بالنسبه الا كانت عندكم شي مناسبه ولا شي احتفال شي عيد ميلاد بحال هكذا كيجيو راقيين. فان شاء الله اليوم انا غنجربهم معكم. انا كان عندي قبل يعني شي انواع، ولكن هادو هما اللي مول جداد اللي موجودين حاليا في المغرب. فهنايا جبت العجين ديالي وقسمته على 4 باش غادا نبدا نخدم بيه، يعني لانه كل عجين عملت ليه الشكل. فالشكل الاول كما غتشوفوا هنايا ضروري ما خصنا نسرحوا الصابلي ديالنا بين البلاستيك باش مت، لانه كنعرفوا حنا العجين ديال يعني ديال الصابلي دغيا كتهرس. فالمهم كندير غير بلاستيك عاديه يعني ديال اللي كنديروا فيها الاكل، قطعتها على جوج وسرحتها صافي، وقطعت واحده اخرى وحطيتها فوق منها وغادي نسرحهم بالدلاك ديالنا ونجيب الاشكال. نتوما يعني ما تشوفوا اي طوابع عندكم خدموا بها، وان شاء الله غادي ننزل لكم. غير الوقت يعني الوقت مدايرني بزاف صراحه، لانه كان عندي شي بعض الظروف فما بديتش معاكم بكري. فان شاء الله غادي ننزل لكم بلاطو ديال الحلويات ايضا بدون طابع. هادو بالنسبه للبنات يعني اللي كيقولوا لي نزل لنا يعني هكذا وهكذا، انا عندكم هالطوابع غادي تستعملوا ان شاء الله هاد 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 الحلوه، ما عندكمش غادي تسناوني. المهم هنايا كنسرحوا العجينه ديالنا صافي، وكنبداو كنطبعوا فيها بالاشكال اللي عندنا. انا هنايا اول حاجه غادي نبدا بال سميتو الطابع ديال الجوهره. هاد الطابع هذا هو اللي وريتكم البلاستيك ديالو. فهنايا غادي نطبع الاشكال ديالي كما كتشوفوا. غير بغيت نوريكم كيفاش كيجي، كيجي الشكل ديالو زوين صافي. من بعد ذلك غادي نحطه في واحد الصينيه اللي مدهونه بالزيت او لا بالزبده او لا بورق الزبده، ونحطه في الفرن. كياخد في الفرن تقريبا 10 دقائق، يعني نشعلو عليه من تحت على نار هادئه، ومن بعد ذلك نشعلو عليه من الفوق، او لا الا كان كيشعل عندكم الفرن من الفوق ومن التحت صافي شعلوه ماشي مشكله. المهم غير ردوا ليه البال وبقاو حداه، لانه راه دغيا 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 يعني كيتحمر دغيا كيطيب، فحنا ما بغيناش يتحمر، بغينا غير يشد في راسو هكذايا. كياخد 10 ديال الدقائق صافي. ومن بعد غدا نوريكم الشكل شكل تاني اللي غدا ندير ايضا. هنايا حطيت الاشكال ديالي في الصينيه وغادي ندخلها للفرن اللي كيكون يعني على نار هاديه كما قلت لكم. صابلي غير شويه كيبغي الخاطر، يعني غير حاولوا معاه ملي تكونوا كتهزوا فيه، الا ما عرفتوش تهزوا ديروه في الثلاجه شويه تيشد في راسو، من بعد تحطوه في اللاطه. بالنسبه لهذا الشكل هذا فهو الشكل ما عرفتش شنو سميتو، المهم هو شكل طويل شويه هكذا داير بحال شكل ديال البسكوت. فانتم كما قلت لكم اي شكل عندكم يعني مت مت ما توقفوش على شكل واحد صافي. هذا يعني درت شي تقريبا شي 4 ديال الاشكال، درت هذا الشكل ودرت الشكل اللي غادي تشوفوا الجاي، وايضا درت شكل ديال المربع يعني المقطع ديالو مشى ليا. فالمهم بعد ذلك غادي ندوزوا للطريقه ديال التزيين ديالهم، وغنوريكم الشوكولاته اللي صوبت بدوك ليمول كيفاش كتجي.
بالنسبه للشكل تاني البنات، فنفس الطريقه غادي نديرها للعجين. يعني غنجيب يعني هذوك العجين ديالي غنسرحها بالمدلك بين البلاستيك صافي، وغادي نجيب طابع دائري. انا هنايا داك انا عندي الطابع ديال داك ديال الشهده، وما عنديش الدائري، فغنطبع غير بهذا او لو ممكن نطبعو بكؤوس صغيره، اي طابع دائري عندكم. فهنايا كما قلت لكم غادي ندير يعني الشكل تاني، غادي نديرو دائري وباش غادي نزينو يعني بواحد الطريقه اخرى صافي. ونفس نفس الطريقه يعني غادي نحطو في صينيه مدهونه بالزيت اولا مفرشين فيها ورق الزبده. هنايا البنات بعد ما طيبت الصابلي ديالي كله، فانا كما كتشوفوا راه ظلم شويه الحال لانه صوبته قبل الفطور، ومن بعد الفطور يعني بديت كنزيد فيه باش نقدر ننزل لكم فيديو. هادو دوك الاشكال المربع ما شاركتوش معاكم، شاريه المقطع ديالو دوائر وديك ديال الجوهره، وهادو الشوكولات اللي صوبت بدوك ليمون اللي وريتكم في الاول، درت باللون الاسود هاد بحال ديك الوريضه. ودوك الاركان ديال المربع، هذه الجوهره درت ديك الجوهره التحتانيه خضراء والفوق ديالها ابيض، ودرت ديك الشوكولاته الطويله واحده في الوردي واحده في الاسود. غادي نلصقهم بالنباج، ما عندكمش نباج ممكن ديروا المربى او الكراميل كنت صوبه في الدار، فانا هنا عندي النباج غادي نلصق به صافي. كندهن هذاك يعني داك الصابلي ديالي بحال هاد الجوهره كندهنها هكذايا عفوا، ومن بعد كنجي كنلصق عليها هذيك الشوكولاته ديال الجوهره صافي. وهكذا كيلصق ليا يعني غير هاد الشوكولات هاد عفوا هاد الصابلي، خاصو حاليا لانه الجو سخون فخاصو الثلاجه يعني دغيا دغيا كنخدم بيه، كنمشي كنرجعو شويه وكنرجعو تاني غير باش نصور لكم، لانه الحال شويه سخون فدغيا كيبدا كيدوب. فانتو فانتم احتفظوا بيه في الثلاجه، ديروه في علبه واحتفظوا بيه في الثلاجه وقت اللي تبغيو طلعوه غير باش ما يدوبش لكم الشوكولاط ويعني يدخل شي في شي. فانا هنايا كنبقى مستمره بهذه الطريقه. نوريكم شكل تاني، بالنسبه للشكل تاني اللي هو طويل هكذاك، درت لي هاد الشوكولاته في الوردي صافي، وكنزينه من جناب يا اما بالكاوكاو الفول السوداني اللي الكونكاسي، يا اما بهاد البيستاج. هذا ماشي بيستاج ولكن من بعد غادي نوريكم غنقول لكم السر ديالو اشنا هو. لكن اللي شافو كيقول راه بيستاج. الا كنتو بغيتو تعرفوا اشنو هذا والطريقه ديالو خلوها ليا تحت في التعاليق، وان شاء الله نزل لكم الفيديو ديالو. فالمهم كنزينو بهاد البيستاج من الجناب، او لو ممكن تعملو كما قلت لكم كاوكاو فول سوداني، ممكن تعملو سمسم، ممكن الشوكولاته الفيرميسيل او لا السمسم الججنه، اي حاجه المهم عندكم زينوا بها، غير حاولوا ان يكونوا شويه الالوان يعني متناسقين في يعني ما بين بيناتهم. انا هنا درتو في الاول كنت جربته بالفيرميسيل الكحل، ساعه ما عجبنيش يعني هاد الخضر زوين مع الوردي فصافي. هذا بالنسبه للشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثالث راه بنفس الطريقه، غير هذاك الشوكولاته الاسود صافي، وكندير عليه من جناب هاد الفستق او البيستاج ديالي الكذاب مهم راه ما حنا مازالين مستمرين شحال هادي ما كذبت عليكم شي كذبه، فخليني اليوم نكذب عليكم بهذا البيستاج كيجي غزال يعني في التزيين. بالنسبه للشكل ديال المربع، في شكل المربع درت فيه دوك هاد الشوكولاته هذه ديال الاركان، هادو راه قلت لكم كيتباعوا في المغرب رخاص جدا 5 دراهم، غير هاد الصابلي شويه خصو الخاطر يعني وطوله البال. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الخاطر وطوله البال راه يعني غادي تجيهم شويه صعيبه، ممكن هكذا تحطي قدامك تصاوبي الصابلي ديالك تحطيه وتحطيه في طويبله وكريسي هكذا وتبركي تصاوبي تسلي يعني انتي وليداتك بحال اللي عنده الوليدات، يعطيه يعني يعطيهم حتى هما يصاوبوا معاكم ويشاركوكم. فالمهم هنايا هذا المربع هذا درت ليه هذاك هاد الشوكولاته ديال الاركان، وزينته بشويه ديال سميتو
ديال هاد داك البريون ديال اللي كنديروا به الشوكولاته. صافي درت ليه شويه ديال الفستق من هذيك اللي بقى خاوي، يا اما تزينوه بالفيرميسيل اولا بالكاوكاو كما قلت لكم. المهم اي حاجه عندكم تزينوا بها، ما توقفوش عند حاجه واحده. صافي وهذا كيكون هو الشكل ديالها النهائي. انا في الاخير واخا كنت ما عجبنيش التزيين، انا نزين بداك الخضر، درت الفيرميسيل الملون كما غادي تشوفوا في الصور في الاخير الشكل ديالو. درت ليه الفيرميسيل جا زوين، يعني عجبني، عطاها هكاك باش ما يبقاش داك البلاطو ديالي كله غامق، فحاولت اني نفتح شويه اللون. بالنسبه لهاد الدائره درتها على شكلين، شكل غدا نوري لكم اللي هو هذا، وشكل تاني درت ليه ديك النجمة، ومن الجوانب درت ليه شوية ديال السمسم زينتو به اولا شوية ديال الجلجلان. بالنسبة لهاد هاد هاد الدوائر ديال الشوكولاتة هادي كتجي هي ديريكت، يعني كتجي لاصقة، ما كتحتاجش انك تزينها من الجوانب. هي فيها اشكال، يعني هي كيكون مول واحد ولكن في اشكال يعني عديده كتكون. فانتم ممكن يعني تديروا مثلا نص شوكولاته اسود ونص شوكولاته ابيض ولا ازرق ولا وردي، اي حاجه باش تنوعوا البلاطو ديالكم وتنوعوا الصحن ديالكم. وبان يعني هما راه غير يعني عجين وحده ووصفه وحده، وكيبان انك يعني عامله اشكال كثيره. فهادو هما الاشكال ديالي اللي شاركت معاكم اليوم. كما كتشوفوا يعني اشكال زوينه وغزاله، وحتى المنظر ديالهم هكذا عاطي، المنظر ديالهم باين انك راكي تعب عليهم وبتعوب عليهم، وام الصراحه راه بتعوب عليهم، يعني ماشي سهله، ولكن صراحه الطعم رائع. البنات العجينه اللي قلت لكم رائعه رائعه رائعه، انا جربت صابلي حتى عييت، ولكن هاد العجينه خطيره. فهذا هو الشكل ديالهم في الاخير. معليش البنات سمحوا لي كنصور بالليل باش نقدر ننزل لكم هذا الفيديو ان شاء الله، واللي بغيتو ديروا هاد الحليوات. فكما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم. كما قلت لكم راه بدلت داك البيستاج ودرت الفيرميسيل الملون، هادو هما دوك الشوكولات اللي قلت لكم كيخرجوا انواع كثيره. وهنايا فقط غير نفس الشكل، غير غيرت اللون ديال الشوكولاته، وهذيك الجوهره ديالنا ممكن نتوما تغيروا اللون، ديروا الاحمر الاخضر ازرق اي لون بغيتو ديروه، غير هي خليو مثلا فيها جوج الالوان باش تبان انها راها جوهره. فكنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم، نتمنى تستافدوا منه، ونتمنى تخلوا لي لايك ديالكم تعليقكم، لان الصراحه تعبت في شويه هذا الفيديو، ماشي سهل باش نسجل باش يعني باش نصور وباش نعمل، صعيبه بزاف، يعني الصابلي هو اصلا كياخذ الوقت. فكنتمنى منكم تشجعوني وتخلوا لي التعليق ديالكم، تخلوا لي لايك ديالكم، وتشاركوا الفيديو، تعملوا له بارطاج في الواتساب في الفيسبوك. ونقول لكم ان شاء الله غدا ونشوفكم ان شاء الله فيديو تاني، وفي حلويات غنزلها لكم بدون طابع ايضا اقتصاديه، وبعجين تكون غزاله وزوينه وغادي تعجبكم ان شاء الله. فانتظروني ونشوفكم على خير ان شاء الله.